شد ايدك فوق يا ولد، شايفك، انا شايفك. شرفت يا اخويا. بتبص لهم كده ليه؟ مش عاجبك منظرهم؟ لا ابدا يا بابا. ومالك بتقولها من تحت درسك كده ليه؟ ايه دي انت مخنوق مني ولا حاجه؟ ولا قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ رد عليا يا ياض، قصدك تقول اللهم طولك يا روح؟ بص في وشي ولا وشي مش عاجبك يا ياض؟ لا يا بابا استغفر الله العظيم، دي خلقت ربنا. ولما هي خلقت ربنا مش عاوز تبص لها ليه؟ اسف يا بابا. انت بتسقط في كتفي، اتجننت، عاوز تخرم كتفي. دماغك اهي. انت كمان بتديني بالدماغ، ده انا قطعت، عارف يعني ايه قطعت؟ خلاص يا بابا خلاص. خلاص بعد ايه؟ اوعي اوعي امسك النضاره. حرام. اوعي اوعي. حرام. اوعي. حرام. الصبح منرفز بابا، الظهر منرفز بابا، الساعة 6 الا 3 منرفز بابا. ادخل اوضتك بقى، ما تقفش قدام، ادخل ادخل. عايز بحطهالي عيني بالبتاع اللي في ايدك انت اخرى. انا كنت داخل، هو اللي وقفني. وقفتك ليه؟ عامل لك كمين؟ هشوف رخصك يا اخويا، برمي مرايه عليك. ادخل يا راجل بقى، ادخل ادخل. حاضر حاضر، اتفضل يا بابا. اتفضل. شفت بيحلف طايه ازاي؟ شفتي؟ شفتي؟ اكسرها روحها، اكسرها اكسرها يا جبان. تاتي يا رب. شفتي بيخبط كف على كف؟ كاني يعني انا راجل مجنون واقف قدامه. يا نهار ابيض، انت بتطردني بره البيت يا بابا؟ مين حضرتك؟ عملت ايدك كده دلوقتي ناحيه الباب، يعني اطلع بره؟ انا كلمتك. حضرتك عملت كده؟ طب روح روح. حضرتك بتلويني دراعي كمان؟ انا يا ولدي المجانين. اسكت يا ميدو، حلمت لك امبارح حته حلم، يا رب يجعله من حظك ومن نصيبك. خير يا ناه؟ خير، اللهم اجعله خير. حلمت ان انت قاعد في مكان واسع وفي ناس كتير، وفي اخر المكان ده بنت واقفه زي القمر، لابسه ابيض في ابيض، وعماله تبص لك. لا يا شيخ. وانت مش واخد بالك منها خالص. وكل شوية تقرب لك حبة وتبص لك، وانت برضو مش واخد بالك منها خالص. لا ماليش حق. وبعدين؟ وعلى غفلة قربت لك قوي ومدت ايديها ومسكت ايدك، وهوب راحت شدة من ايدك البرشام اللي كنت بتغش منه، وطردتك برا اللجنة ولغيت لك الامتحان برا. البنت مرنة اتصلت بيك، اتصل بيها لحسن تتصل مرة تانية وابوك يرد عليها. برا. يا مورن يا سيدي عليك يا على حلاوتك، عايز بطر 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 بطر. سبعة ستة ستة. ألو فري، إزايك؟ معلش ما عرفتش اكلمك الصبح. بقول لك ايه، هو احنا هنفضل مقضينا تليفونات كده طول الوقت ولا ايه؟ طب ما تخليني اشوفك ولو مره واحده. اصل انا ما اعرفش يعني انت طويله ولا قصيره، ولا تخينه ولا رفيعه، ولا بيضه ولا سمراء، يعني اوصفي لي شكلك كده وحاولي تكذبي عليا. لا لا معقول، دي جامدة جدا بقى على كده. بنت خالتك؟ ولا يهمك، هاتيها معاكي، هاتيها وانا هجيب واحد صاحبي. ماشي سلام. بقولك ايه، انا هعرفك ازاي؟ بلوزة حمرا. ماشي باي باي. تبين عليها جامدة اوي اصلي يعني. ولا عزوز زوز زوز يا زوزو. ولا زوزو ولا عزوز. إلهي الشك في ايدك اللي رميت الطوبه. امسك الولد ده، خد ورق ولا خد. هو فين يا اخويا اللي جاري ده؟ تريش انا هجيبه لك، الواد ده معلقه من قفاه. عزوز فين بقى؟ قطيعه انت يا واد يا عزوز، انت الطين. كلم يا
يا ميدو، في ايه يا ميدو؟ يلا عزوز خش اضرب لك طقم كده في الشياكه عشان عندنا سهره تمام النهارده. يلا يا عم سيبنا نملي شويه، انا لسه جاي من الشغل دلوقتي ومش خارج النهارده. يا بني ادم معايا موزز افهم موزز. يلا هغير هدوم واجي لك على طول. ميدو ما تيلا يا عم ميدو. ايه يا عم انت ده عليك كده ليه وانا تايه ولا ايه؟ حلوين يالا حلوين يالا حلوين، انا عمري ما شفتهم بس صوتها في التليفون يالا عزوز اصلي تحت في اي حاجه فيها ده مربوطه. بس هنركب كلنا على الموتوسيكل يا ميدو كده الموتوسيكل هيتضايق منك. عيب يالا وديت عندي على صاحبك برضه. ايه ده؟ مفاتيح عربيه ابويا. ايه قشطه رحنا في دهب. ايه الفال ده؟ فال جديد يالا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب افتح لي الباب. سمعني صحتك. ما قلتليش يا ميدو. ها البنات دي انا اعرفها ازاي؟ هي قالت لي هتلبس بلوزه حمراء. حمراء؟ وده لون يتلبس بالليل ولا بالنهار وحياتك؟ ولا عزوز ايه؟ اهي البلوزه الحمراء واقفه هناك اهي. خش بقى بس. مش رقم تليفوني برضه 7-60-3-3-4-6؟ ايه اسمه؟ وانت 5-5-3-5-0؟ لا 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 دي مش نمرتي. لا نمرتك يا ميدو نمرته. لا يا عزوز انا غيرت نمرتي بس لسه ما اديتهالوش. الانكار مش هيفيدك. احنا قطعنا 4 تذاكر، يلا بينا نخش السينما. اوبا ده انا نسيت الفلوس في البيت. دونت وري انا معايا فلوس. وانا كمان. طب انا ثواني انزل اركن العربيه لحسن ركنها صف خامس بدل ما الونش يجي يشيلها، اصلها مش عربيتي. مفيش ونش بيعدي من هنا. يلا بسرعه عشان نلحق الفيلم. يلا بص عليك يا ميدو. يلا ما تعطلش هتيجي يعني هتيجي. It wasn't a date. Okay, an appointment. I keep my appointments. I have door issues. I called you. I called you at 7 o'clock. I get up early. I need more sleep. Come back in a month. Come back? What makes you think I'd come back? ايه ده في دبان في وشك ولا ايه؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ انت بتبص لي كده ليه؟ هو انت مش حاسس باللي انا حاسس؟ لا خالص. يا خساره. بص بص على الفيلم. هي هي. What's the difference? You're standing in my bedroom, looking through my panty drawer. That's the difference. Somebody who keeps his appointments. Yeah. You're married. يا ناس اهو بدخن في السينما اهو وفي موكيت اهو. هو ما حدش بيطلعني بره ليه؟ I know you're a criminal. Probably a felon. معلش معلش انا اصلي باكل بالايد دي. معلش ما انا برضو ماسك الكيس بالايد دي يعني باكل بدي وماسك بدي. لو عندي ايد ثالثه كنت اديتها لك. لو سمحت لو سمحت في واحده عايزه تمسك ايدي. بعدين معاك يا فريده. خلاص ده انت معروفه هنا بقى. طب ايش تقولي؟ مش تقولي يا فريدة؟ مش تقولي انك معروفة هنا يا فريدة؟ ولا انت يعني مجملة اهلي لما اخذ يا جماعة؟ معلش تقولي يا فريدة.
يا ساتر. دي بنات بنتهية يا راجل. بنتهية ده وشهم بطل من زمان. بقول لك يا ميدو، هو انت بتعرف الاماكن دي منين؟ من على الانترنت. كده عشان تحوى عليه شوية عشان يشد معاك يا اخي. وانتبهنا بعد ما زال الرحيل، وافقنا وليت أنا لا نفيد. انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ ايه، ما انت فاكر ايه؟ ده تلاقيه صاحب الغرزة. لا يا عم ده مجنون. بقولك ايه يا معلم، هو العود اللي معاك ده ما بيجيبش اغنية اي دمعة حزن؟ لا. ما تجيش الساعة دي لك. يا قزة اطاحت باحلام القرى. يا راجل سيبك من السكة دي، روح اتعالج. امسك. كلثوم لو كانت عايشة وشافت عشماوي ده بيغني كانت ضربته بالنار. ده باين عليه ما سمعش راديو قبل كده. اوبا لجنة. قلت لك يا ميدو بلاش نشرب. بقول لك ايه يا عزوز، اثبت كده، ما توترنيش، اثبت، خلينا نشوف هنعمل ايه. هتعمل ايه يعني؟ انا ارجع بضهري ونهرب هوا. لجنة تاني. هو ابوك ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ تلاقيه بيفصل في الكفالة. ميدو. نعم. الراجل اللي هناك ده قاعد مركز معانا كده ليه؟ ماكش دعوة بيه، اعمل نفسك مش شايفه. المهم هو ما يشوفناش. ايه ايه ايه؟ ألا يا باشا العفو، بنفسك سيادتك؟ سيادتك بتسرق لي بنفسك كده؟ ما يصحش يا باشا. لا لا، طب اساعد حضرتك يعني. ماشي يا عزوز. موضوع هو اخرس ولا ايه؟ مش عارف. ماشي، وماله برضه، وماله، مقاس سيادتك يعني مش كبير شويه على وماله برضه. حاضر، ما حصلش اي حاجه. حاضر. ولا عزوز تفتكر هيسرقها ولا بيجربها؟ ده ولا حرامي ولا ايه؟ لا بيجربها. ماشي هديها لك، ما تخافش يعني، ما تغلاش عليك. وخد البنطلون كمان. يا ميدو بنطلون ايه؟ هيبقى طقم شيك يا عزوز، اسمع الكلام. يا ميدو بقول لك ايه؟ هيبقى حلو عليك. انا يا ميدو كنت لحقت نفسي يا عزوز. الحقونا. الو يا ميدو، عايز جزمه واجيلك على الاسم. اني اسم المره دي؟ طيب هاجيلك حالا، نص ساعه بالظبط. جزمه؟ ايه الاستباحه الغريبه دي؟ بابا ايه احنا متراقبين من ساعة ما خرجنا من القسم والعربية دي ماشية قدامنا. بص هتغرمي يا عيني. عربية ايه دي اللي هتعرفنا السكة؟ وبعدين ادفع لاخوك كفالة 200 جنيه ليه؟ يا ناس، ما حدش ياخد ميدو ابني ويديني بداله مروحة. ما تديها تالت يا عم. ما فيهاش تالت. طب اديها التاني. ما فيهاش تاني ولا تالت. اديها الرابع.
ما فيهاش رابع. استغفر الله العظيم. هو انا بقول لك اديها كاس خمره؟ لا فيها تاني ولا تالت ولا رابع. امال فيها ايه؟ فيها بنزين. زوز ايه؟ اعمل حسابك انا حاجه بات عندكم النهارده. ايه يا ميدو انت كده هتحطني في مأزق. وانا جاي اخد قرض بصراحه كده يا ميدو. امي ما بتحبكش. ايه وايه المفاجاه في كده؟ هو في حد بيحبك في مصر غيري؟ بس ماشي ماشي عزوز خلاص. ما تزعلش يا ميدو، احنا ما عندناش الا سرير واحد وبنام عليه انا وامي. يعني انت عايز تيجي تنام في الوسط؟ نام انت في الوسط وانام انا على الطرف. يا ميدو انت جاي تلخبط لنا السرير. خلاص عزوز خلاص خلاص. الحمد لله ورمزي جه اهو. ازيك رمزي؟ ربنا يخليك، بس شكلها كبير شويه. ليه انت بتلبس مقاس كام؟ 39 اسود و42 لو بني. يا عم هتمشي هتمشي. حب اعرفكم شاري خطيبتي واحتمال نسيب بعض بكره. وبكره ليه؟ ما دلوقتي احسن. ليه يا رمزي كده؟ ليه كده؟ يا عم سيبها تروح لصاحب نصيبها. مش هنروح المعهد؟ اه هنروح دلوقتي، بس عايزين نوصل عزوز في طريقنا واحنا ماشيين. ها؟ عايزنا نروح بلبس الباليه ده يا ميدو؟ يا عزوز انا علمك بقى انا مش داخل الشارع لوحدي طول ما ابوك لسه ساكن فيه. يا عزوز ده انا لسه عايزك تجيب لي الموتوسيكل على المعهد عشان عندي شغل بعد الظهر. يعني انا اروح اتورط مع ابوك وانت تروح تروش وتسيبه بنات انت واصحابك؟ يا عم مين اللي قال لك كده؟ ده احنا عندنا امتحان والله. خلي الامتحان ده بعدين. هو مين الكابتن اللي واخد رصاصه في صدره ده؟ اخوك الشهيد عزوز صاحبي، واحتمال نسيب بعض بكره. وليه بكره؟ ما دلوقتي احسن. اوعى ميدو. خد يا كابتن يا كابتن. سيبك منه خليه يروح لصاحب نصيبه. بقول لك ايه؟ معلش انا حاجه بات عندك النهارده. ها بيتك ومطرحك اخويا. اطلع بقى بصينيه الشاي اللي احنا راكبينها دي. بس والله وانت بقول لك ايه، تعالي بقى انكش بعض احسن بقى عشان كده نعمل فيلم تايتانيك وبتاع. خدي بس اقول ايه يا ست، في ايه؟ ايه اللي جيت كده؟ الحق لنا. ميدو وحشتني. اهلا اهلا بعالم سمسم. معاك ربنا. اخا رمزي وحشتني. وحشتني ده بقى مره اثنين اللي انت كنت لسه بتطحني فيهم من شويه. طب كنت فين من امبارح؟ ايدك ايدك والشحن، وبلاش الدخلات الناعمه دي، انا لسه طالع من الحبس. طب اتفضل تعالى فك معايا وش السلندر. وش السلندر ايه؟ عندنا امتحان جوه. والعربيه؟ عربيه ايه وبتاع ايه؟ ماشي يا ميدو على طول كده كاسفني. ايه الكاسفه في وش السلندر يعني؟ ده وش سلندر. بقول لك عندنا امتحان. طب غور بقى. النهارده الامتحان الشفي، كل فن فيكم قدام التلفزيون. التلفزيون ده فيه عطل، لازم تتعرف على العطل بنفسك وتصلحه وتنضفه. عايز مهارة في الفتح، سرعة في التصليح، جودة في التقفيل، فتنس في التنفيض. أي فني هيعمل أي مخالفة هكلبش له تلفزيونه. قدامكم 35 دقيقة وهلم التلفزيونات عشان تتصحح. فاهمين؟ فاهمين. دور. مفك صليبة. بتقول ايه؟ ها 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 ها. بيقول لي عاكي مفك صليبة. بصي في التلفزيون بتاعك وده طلعت برا. بصي وانت يا اساس هتفسك التلفزيون في البالطو بتاعك. في فني من غير عدة، في جندي من غير سلاح. هسه واحدة اسف ايه وبتاع ايه؟ لازم العدة. قاله يبص في الجهاز بتاعه. قاله معايا طقم مفكات حيواني عليه مشترك هدية 50 جنيه. ماشي شاريهم من عند مشمش اللي فارش بره؟ ده انا اللي باعهم له. بكام؟ 25 جنيه. تشيل ب 15. اخر يعني كف كده في اللجنة دي ومو كسبها لك واخلع. اقعد اقعد اربيك. كف اقعد. رموزة رموزة كلمت لي بابي. كلمته
طبعا اعتبر نفسك اشتغلت وبتقبض كمان. انا يشرفني ان اشتغل عند اكبر مستورد اجهزه كهربائيه في البلد، وعلى فكره هيستفيد بخبرتي كتير جدا. طبعا طبعا انا اللي عايز استفيد منك يا باشا. كلمه بعد اذنك، دلوقتي انا مش فاهم حاجه في الليله السوداء دي. جايب لي تلفزيون ابيض واسود، الونه ازاي؟ الونه ازاي يا باشا؟ خد المقاومه دي حطها في تلفزيونك، هيشتغل على طول، مش هيقدر يقاومك. البساطه دي سلمني على بابي. ماشي يا عم، ما اللي ليه ظهر ما يضربش على شاشته. بس يا ولد خليك في حالك. ليلى يا لولا، ليه المعامله دي؟ ده انا بحبك. بتقول ايه؟ لا مفيش وقت للاستغراب. تقولها كمان. بحبك. هتصدقي نفسك على مهلك في البيت. المهم اديني فك صليبي لحسن فيه مسمار طول كده، الوز مش عارفه افكه حسقط. قول كده مفيش مفكات. هتندمي. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يعني؟ صحيح هعمل ايه؟ ما تقلقش، ده ماس صغير كده واحنا في الامتحان. مين اللي فندي ده؟ ده زميلي يا بابا كان بيوصلني. ليه؟ العربية جاية لها حاجة؟ هطلعنا قدام المعهد. ما انا قلت لك 100 مرة ما تركبيش العربية دي، ما تعملوش فيها. يلا اتفضلي اتفضلي من قدامي. أي خدمة تاني يا عمي؟ أنا عايز منك خدمة. عينيا الاتنين يا عمي. مش عايز أشوف وشك تاني، مفهوم؟ الله الله. مش عايزك توصلها تاني، مفهوم؟ إحنا ناس محترمين. ما أنا قلت لها انزلي على أول الشارع، هي اللي ما رضيتش. ما تبقاش تسمع كلامي، يلا يا أخويا، يلا يلا مع السلامة. عليا، تكرم يا عمي، تكرم عشان خاطر بنتك، ماشي. شكرا، شكرا يا ابن الأصول، مع السلامة. طب عشان الموتوسيكل بس شوية كده. اتفضل، اتفضل. ازيك يا عم ابراهيم؟ ازيك؟ خد دي الاوردرات بتاعت النهارده، خلصت شغلي كله، عايز مني حاجه؟ سلام عليكم. استنى، باشمهندس سام اتصل وزمانه جاي وقال انه عاوزك. عطلني يا عم ابراهيم، يا عم ابراهيم ابوس ايدك، انا فاضي ما عنديش حاجه، ما تعطلنيش اكتر من كده. انا عارف المهندس سام عايز مني ايه، عايزني اروح صيانه المركز الثقافي والسفارتين، لما يجي قول له ميدو راح، سلام بقى. حامد ما تودينيش في داهيه يا حبيبي. حامد؟ ميدو؟ ميدو حامد ده ما حدش يعرفه غيرك انت هنا في الشغل وابويا في البيت. وبعدين يا عم ابراهيم قلت لك 100 مره ما تقوليش حامد كده قدام الناس. ناس مين؟